نروح نشوف ايضا لقاءات ما بعد مباراه فوز الاهلي على وادي دجله بثنائيه مواليد 2005. متعودين من صغرنا ان انت بتلعب في الزاي 90 تعادل، واثق في نفسك ان انت هتجيب جون، حتى لو بتلعب في اخر دقيقه انت على طول واثق في ربنا، واثق في نفسك ان انت هتجيب جون في اخر دقيقه. الحمد لله احنا كسبنا الماتش ده، كان ماتش مهم قوي بالنسبه لنا ان انت تكسب عشان تقرب الفارق بينك وبين دجله والاتحاد، والحمد لله الفارق بينك دلوقتي وبين الاول بقى نقطتين بس. احنا كنا محتاجين المكسب ده، احنا كنا بنلعب فريق وادي دجله، فريق كبير وفريق محترم، هو فوقنا في الترتيب في الدوري، فكان ماتش مش سهل خالص، بس احنا كان لازم نكسب الماتش ده ومش قدامنا اي حاجه غير ان احنا نكسبه، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الماتش ده 3-1 ان شاء الله. احنا كنا بنتكلم احنا مش قدامنا اي حاجه النهارده، احنا نازلين الماتش لازم نكسب. الحمد لله طبعا على المكسب والاداء، بشكر الكابتن خالد بيبو الاول، عامل دور كبير معانا، والكابتن شريف مش مقصر معانا في اي حاجه وبيتعب معانا جدا، وثانيا بشكر اللعيبه، اللعيبه رجاله قوي بتلعب بروح ومموته نفسها، والحمد لله الماتش دجله فرقه محترمه وفرقه كبيره، والحمد لله يعني خدنا 3 بونت، وان شاء الله بنبص للي جاي واللي جاي احسن ان شاء الله. هو طبعا كان فوز مهم جدا وكنا محتاجينه، والمستوى بتاعي ده دايما كده بسبب الكباتن والجهاز الفني ومدرب الحراس كابتن بهاء، طبعا هو في تطور دايما معايا، الحمد لله على الفوز، كان فوز مهم. النهارده كان حاسس ان انا شويه شجعني وقال لي بلاش تقلق، ده ماتش عادي زي اي ماتش، مش انت اللي هتغيره، وهو مكتوب عند ربنا، النتيجه مكتوبه عند ربنا، انا مش هغيرها ولا حاجه، بس قال لي ركز ودايما خلي بالك من الكور العاليه. طبعا الفوز مهم، دجله كان فوز في الترتيب، كان فرق 3 نقط، كان لازم نكسب عشان ننافس على الدوري، وطبعا النادي الاهلي بينافس على الدوري، مفيش حاجه غير كده، ولو ما خدناش الدوري في الاخر ولا كنا عملنا حاجه وتعبنا راح على الفاضي، وطبعا الجهاز بيشتغل معانا من اول السنه على المكسب وعلى ازاي نكسب، حتى لو احنا اليوم ده مش يومنا ولا اي حاجه، بنكسب على قد ما نقدر، والحمد لله كسبنا. وطبعا والدك فريق كبير وفريق محترم، فريق وادي كولت كان فينا في الترتيب واحنا جبناه خلاص عشان كسبنا النهارده، فالحمد لله على كل حاجه والحمد لله على الفوز، بس لسه ما خدناش الدوري في الاول والاخر، يعني ده ماتش من ضمن المتوشه يعني، فلازم نكسب الباقي كله عشان ناخد الدوري.